السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكون أموركم مزيانة إن شاء الله. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نديرو كيش بالخضر والطون، كيجي زوين ورائع لذيذ صراحة، كيستحق تجربوه وسهل، ما فيه شي مكونات صعيبة، حتى لاباط كتجي زوينة وسهلة حتى هي، وكتصدق معكم من أول تجربة. دابا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي لاباط او العجين. انايا غندير لاباط بغيزي. غادي نحتاج واحد 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، ما يكونوش عامرين بزاف. انا عبرت بهذا الكاس ديال العنبة، يكون غير حد هنايا، ما تعمرهمش بزاف. الملح واحد ربع كاس ديال الماء يكون بارد من الثلاجه. وهنايا عندي 170 غرام ديال الزبده، قياس واحد زليفه صغيره اولا 4 المعالق كبار عامرين مزيان. دابا ندوزو نعجنو العجين ديالنا. انا هنا غادي نعجن بالروبو، الا بغيتو نتوما تعجنوه بيديكم عجنوا بيديكم، غير هو العجينه ما خصناش ندلكوها، خصنا نعجنوها غير بشويه. نتوما الا كنتو غتعجنوا بيديكم غادي تاخذوا الدقيق تخلطوا معاه ديك الزبده وديروا واحد الرشاشه ديال الملحه وتخدموا ديك الدقيق مع الزبده غير بصبعكم حتى ترمل ديك حتى يترمل لنا ديك الدقيق. وديك الساعه غادي نضيفوا الماء، ديك ربع كاس ديال الماء بارد غنضيفوه ونجمعوه غير بصبعنا، ما خصش العجينه تعجن او تدلك، خصها غير اون فوا تجمعنا ونحبسو. هاديك الشيء علاش انا خدمتها في الروبو هكا باش ما نعجنهاش بيديا، حيت كيف كنعرفوا لاباط بغيزي خصنا غير نجمعوها وصافي، ما خصناش ندلكوها اولا نعجنوها. ها نتوما انا ضفت الزبده، ضفت ديك شويه ديال الملحه رشيشه، وضفت ديك ربع كاس ديال الماء. غير اون فوا غادي تكور ليا العجينه غادي نحبس. صافي هي تكورات، غادي نحبس الروبو وغادي نوضعها في واحد البلاستيك غذائي، نكورها بيديا. وانتم الا عجنتوها بيديكم ما تعجنوهاش غير بصبعكم، غادي تخدموها وصافي. هنا غادي نسرحها في هذا البلاستيك وغادي ندخلها للثلاجه تبرد مزيان الوقت اللي غادي نوجد الحشوه. هنا في الحشوه غادي نحتاج واحد البصله مشلضه وواحد الحبه ديال بواغو حتى هي مقطعه هكا دوائر، وغادي نوضعهم في واحد المقيله مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده. درت انا زيت الزيتون وملعقه ديال الزبده، وغادي نحركهم مزيان حتى ينزل لي ديك البواغو مع البصيله. هنايا من بعد ما نزل ديك البواغو مع البصيله غادي نضيف عليه الشامبينيون اللي قطعتهم هكا شرائح اولا الفطر، الا عندكم الفطر معلب حتى يطيب ديك البصله والبواغو مزيان عاد نضيفوا ديك الشامبينيون معلب. والا ما عندكمش الفطر او ما كيعجبكمش تقدروا ما ديروش. هنايا غادي نضيف واحد جوج رويسين ديال الثومه، وغادي نخلي ديك الشامبينيون مع البصيله يطيب ليا مزيان وينزلوا. هنايا غادي نضيف واحد القبيصه ديال الابزار، واحد نص ملعقه ما عامراش. صافي هادو هما التوابل اللي غنحتاج، غير الملحه والابزار بركه. صافي من بعد ما طاب ليا ديك الشامبينيون البصله والبواغو، هنايا في اخر مرحله كنطفي البوطه وغادي نضيف شويه ديال الزيتون مقطع، وغادي نضيف علبه ديال الطون. حنا عندنا هاد العلبه كبيره، نتوما في المغرب تقدروا ديروا 3 د العلب حيت ديال المغرب كيكونوا صغارين، ديروا 3 ديال العلب ديال الطون ديال الزيت اولا هذاك الناتور الطبيعي. ودرت المعدنوس مقطع، درت قياس واحد زليفه صغيره، وغادي نحرك جميع المكونات باش يمتزجوا. وهالحشوه واجده، دابا ندوزو نطلقوا لاباط. هنايا لاباط من بعد ما بردات ليا غادي ناخذ واحد جوج بابي غذائي، الورق الغذائي غندير واحد من الفوق وواحد من التحت هكا باش ما تلصق لياش العجينه في الدلاك من كون كندلكها وتعذبني في التليق، هكا كتجينا ساهله. ولا ما عندكمش نجوم الورق الغذائي غادي ترشوا بالدقيق، مي ما تكثروش الدقيق بزاف، رشوا غير شويه وصافي. غادي نبقى نطلقها. انا هنايا عندي المول مستطيل كيف كتشوفوا، هاديك الشيء علاش طلقتها طويله شويه. نتوما الا ما عندكم مدوره غادي تطلقوها على شكل دائري. وهنا غادي ناخذ ديك لاباط وغادي نوضعها في وسط المول هكا، راه كتجينا ساهله ما كتلصق ما والو. الا درناها ما درناش زعما هاد الورق الغذائي كتبقى تلصق لنا في التلاك. ديروا نتوما الدقيق الا بغيتو ديروا الدقيق، والا بغيتو ديروا بحالي ديروا هكا بالورق كان احسن.
وغادي نسرحها مزيان، وغادي في المول غنلبس المول كله بالعجينه، وغادي نحيد ديك الزوائد العجينه اللي بقات ليا، وديك العجين اللي كيشيط ليا غادي نخبعو وندير به وحيده صغيره. هنايا غادي ندوز نوجد الكريمه اللي غادي ندير في الكيش. هنا خديت 3 ديال البيضات، وغادي ندير شويه ديال الملحه والكريمه. هنايا عندي انا هاد الكريمه الثقيله، تقدروا ديروا الكريمه السائله اللي بغيتوا. هذه عندي فيها 400 غرام، وشويه ديال الابزار، وشويه ديال الكوزه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. غادي نخلط البيض مع ديك الكريمه حتى يمتزجوا مزيان، تبقاش الكريمه مكوره. صافي، من بعد ما طلقتها مزيان بديك الفوي، هنايا غادي ناخذ المول، غادي نوضع فيه ديك الحشوه ديال اللي وجدنا، وغادي نصب ديك الكريمه من الفوق. كيجي زوين صراحه هذا الكيش، رائع. غادي نبقى ندوز هكا باش تهود ديك الكريمه لداخل، قادتي ونجيب في ديك المول، وغادي ندير الفروماج احمر من الفوق. انا هنا اكتفيت غير بالفروماج احمر. نتوما الا بغيتو ديروا فروماج موتزاريلا ولا تزيدوا شي نوع كيعجبكم تقدروا تزيدوه. انا كيعجبني في الكيش غير الفرماج احمر، كيجي زوين ولذيذ. وغادي نكون مسخنه الفران على 180 درجه. غادي ندخل الكيش يطيب، نشعلو غير من التحت فاش يبانوا لي ديك الجنيبات تحمروا، غادي نشعلو من الفوق باش يتحمر ليا الفرماج. ها هو في الفرن، ها هو تحمر ليا، نخليه يزيد غير شويه وغادي نخرجو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيش من بعد ما خرجتو من الفران. كيجي على هذا الشكل، راه كيجي زوين بزاف ورائع لذيذ. غير جربوه غادي يعجبكم ان شاء الله، انا متاكده غادي يعجبكم. ما كياخذش منا بزاف ديال الوقت باش نوجدو، وما فيهش شي مكونات صعيبه. بالنسبه للناس اللي بغاو يعوضوا الطون بصدر الدجاج تقدروا تعوضوه. دابا نتشارك معكم ان شاء الله شي مره الكيش بصدر الدجاج، حتى هو كيجي زوين ورائع. انا اختاريت هاد النهار نديرو بالطون، كيجي زوين. وهنايا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي رائع. غير جربوا ردوا ليا الخبر في لي كومونتير، انا متاكده غادي يعجبكم. واللي بغى يديروا في داك ليمول فرديين يقدر يديروا، انا هكا اختاريت نديرو عائلي، وحسن كل واحد كنقطع له مورسو كياكلو. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال اعجابكم وتنال اعجابكم الوصفه. والى عجبكم ما تنساوش تخليو ليا ان كومونتير، وتخليو ليا جيم لا فيديو، وتبقاو على خير. نهاركم مبروك وبسلام عليكم.